النشرة الجوية للأيام المقبلة اعتبارا من الخميس 16 شباط 2023. الخميس غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة وبعض الثلوج على ارتفاع 1000 متر في الفترة الصباحية شمال البلاد. نحذر من خطر تشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1000 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الجمعة صاف إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، لكنها تبقى متدنية خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية. يتكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 1100 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. السبت قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، ويستمر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1300 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الأحد قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1400 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين 38 كيلومتر بالساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و65%. الضغط الجوي 769 ملم زئبق. للمزيد زوروا موقعنا صدى الارز.com.